يعتبر معرض لندن للسياحة اللي هو World Travel Market من أهم المعارض السياحية بالعالم، وبعد انقطاع طويل للعراق عن المشاركة خلال 10 سنوات الماضية أصرت هيئة السياحة عن المشاركة لهذه السنة وإعادة العراق لوجوده في السوق السياحية، ذلك لأسباب كثيرة وهي لعودة العراق من جديد والاستقرار الذي يشهده البلد والنمو الاقتصادي الموجود في العراق. بالتأكيد احنا الى جانب السياحة الآثارية اللي تفضلت بها وقلت لك انه يتمتع العراق بأهم الحضارات في العالم تاريخيا، هناك السياحة الدينية، وهي السياحة الدينية تقريبا سياحة مليونية تأتي من معظم دول العالم لزيارة العتبات المقدسة الموجودة في العراق. هناك كثير من الإجراءات، هناك تطوير المنافذ الحدودية، ربط السككي لتسهيل تنقل السائحين بسهولة بين المحافظات المطلوبة، هناك مشاريع أيضا لتسهيل إجراءات الفيزا والفيزا الإلكترونية لسهولة الحصول على الفيزا، هناك أيضا عمل مع الخطوط الجوية العراقية لفتح محطات أكثر لسهولة التنقل السائحين من خلال الخطوط الجوية العراقية الوطنية. المستقبل مهم جدا للعراق لأنه هو بلد سياحي بامتياز، كما قلت لك يتمتع بكثير من المرافق والمعالم السياحية المهمة سواء الدينية أو الآثارية، بالإضافة إلى السياحة الطبيعية في شمال العراق. ولكن كما تعلمين الجاب اللي حصل أو الهوة التي حصلت نتيجة الظروف اللي مر بها البلد أبعدته كثيرا عن الساحة السياحية. الآن بدأ العراق يعيد نفسه والاستقرار مشهود والنمو الاقتصادي واضح في العراق، فنتأمل أنه راح يكون هناك تطور في المجال السياحي.